دار العثمان هي مركز المرحوم عبد الله عبد اللطيف العثمان الثقافي والاجتماعي، وهي أحد مشاريع ثلث المرحوم عبد الله العثمان داخل الكويت. تم افتتاحها في إبريل عام 2009، ومنذ افتتاحها ودار العثمان هي دارا للخير ومنارة نور في سماء الكويت ومقرا للعمل الخيري لثلث العثمان، حيث يتم من خلالها متابعة مشاريع الخير داخل وخارج الكويت للثلث، كما توفر الدار قاعاتها للمحاضرات التوعوية دون مقابل لخدمة المجتمع، وتقوم الدار باستقبال طلبات الدعم المعيشي والعلاجي والدراسي ومعرفة احتياجات الأسرة وخدمتها من خلال مكتب خدمة العائلة. حياكم الله، ونبدا مع مهندسنا طبعا عدنان العثمان. حياك الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت، وبدايه ناخذ عن دار العثمان، ناخذ عنها فكره. حياك الله ابو يوسف، ومشكورين على هالاستضافه. نتكلم عن دار العثمان، لازم نتكلم عن ثلث العثمان. نتكلم عن ثلث العثمان يجرنا على وصيه عبد الله العثمان. وصيه انكتبت وخطت بالخمسينات من قبل 60 سنه، وحطت خارطه طريق العمل الخيري، ووضعت آلية جميلة تربط ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. فهذا الثلث، وهذه عمله صار مثل الحمامة اللي الله خلقها بجناح واحد، ما تحلق إلا معاها جناح ثاني. جناحنا لازم يكون مؤسسات الدولة الجميلة مثل الهيئة العامة شؤون القصار، بيت الزكاة، لجنة عمل تطوعي، الهلال الأحمر. من خلال هذه المؤسسات قدرنا ان نحلق يعني عالي بالعمل الخيري وتطبيق الوصيه وضعها الوالد رحمه الله عليه قبل 60 سنه. الله يرحمه. دار العثمان احدى المشاريع من ثلث العثمان. دار العثمان يعني هي مركز اجتماعي ثقافي يعني بالمجتمع الكويتي. عندنا انشطه كثيره تتعلق في الطفل، تتعلق في الاسره، تتعلق في المراه، تعلق في بتحفيظ القرآن الكريم باللغة العربية، من خلال أنشطة كثيرة نقوم فيها من خلال دار عثمان ومن خلال مراكز ثانية مثل البرومناد الثقافي. عندنا أكثر من لوكيشن نقدم فيه خدمات للمجتمع الكويتي. نعم. وهذه طبعا احنا ودنا نسلط الضوء بصراحة مهندس عدنان عن أهم المشاريع. يعني مساعة قبل شوي ذكرت أن لما نتكلم عن دار العثمان لابد نتكلم عن ثلث المرحوم عبد الله العثمان. يعني فودنا نتحكي عن المشاريع يعني التي يقوم بها خارج وداخل دولة الكويت، ودنا نركز عليها. شوف معك، داخل الكويت صار اهتمام كبير داخل الكويت، خصوصا يعني فيما يتعلق في الطفل والمجتمع باللغة العربية والأسرة. عندنا يعني من أهم المشاريع التنموية اللي قمنا فيها هو الدعم ثلث العثمان لمتحف بيت العثمان. هذا المتحف، هذا البيت والأنشطة اللي صارت فيه وضعت علامة مميزة بالنسبة إلى الكويت والعمل التطوعي بالكويت. ويكفي أن هذا المتحف صار يستقبل 5000 إلى 6000 طالب سنوي، ما شاء الله. ويكفي أنه صار بمنهاج اللغة العربية سنة ثالثة بوزارة التربية. هذا العمل يركز على تأسيس وتأكيد التراث. نعم. للناشئة، عيالنا بدوا يفقدون هويتهم، بدوا يفقدون قدرتهم على الكتابة باللغة العربية، بدوا يفقدون قدرتهم حتى بالحديث باللغة العربية، ما قاموا يعرفون كثير عن تاريخ الكويت، عن تأسيس هذا الجيل. مسؤولية كبيرة بالنسبة إلى ثلث العثمان. يعني يأتي دوركم، يأتي أيضا دور المدارس في تكثيف هذه المناهج بالنسبة حق اللغة العربية. نعم. يعني ما شاء الله العمل الكبير. لو في هذه الحلقة نتكلم ما راح نخلص. ما شاء الله تبارك الله عليكم، منصة اجتماعية ثقافية إنسانية خيرية، واللي يقومون عليها بعد شباب ما شاء الله. أيضا أخونا عبد الله العثمان موجود، الله يعطيه الصحة والعافية. أنشطتكم حتى تعدت إلى عملية التدريب المهاري وتطوير التنموي، التطوير الذاتي الخاص بالأفراد. أيضا أودي أتكلم عن
محطة جديدة أو محطة يعني خارج الكويت هي عملية الشفة الأرنبية بالتعاون مع المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت. يعني مشروع طبي جميل جدا، لمسة من قبلكم في هذا العمل الخيري. يعني أنا أقول لك هذا جناح ثاني. ما شاء الله تبارك الله. مع وجود الجامعة الأمريكية ومركزها الطبي قدرنا نحلق في تقديم خدمة مميزة، خدمة لعلاج 400 طفل ما شاء الله. نخلقوا في عاهد التشويه الشفة الأرنبية والتشويه وقاعد نشوفها على الهواء الآن. من خلال الجامعة الأمريكية من خلال ثلاث الأثمان قدرنا نحط نمول عملية 400 عملية خلال سنتين. وطبعا هذا شيء إذا ينعكس على يعني على الكويت، والكويت يعني هي بلد الإنسانية، قائد الإنسانية، وهذا عمل إنساني من الدرجة الأولى. هذه يعني إحنا عندنا مشاريع الخيرية يعني في كل أنواع مشاريع، من كفالة يتيم لإفطار صائم لبناء الجوامع للمدارس، بس مثل مشاريع مثل هذه تتعلق في الطفل وعلاج الطفل هذا شيء متميز جدا، لأن هذول الأطفال إذا ما حصلوا هذه العملية وهذه الرعاية راح يكبرون مشكلة تكبر أكثر. لا ما يعني بيظلون التشويه لا يقدر يأكل ويخلط الأكل مع التنفس، ويعني مأساة للطفل ومأساة للأسرة. وهذول الأولاد كثير منهم من ولدوا بالمخيمات واللجوء ولا يعني أهاليهم ما عندهم يعني يلا يقطون المأكل والملبس، فبالتالي عملية مكلفة مثل العملية. المشروع كان يحمل شعار لنعيد لهم البسمة، لماذا هذا الشعار تحديدا؟ لأنه هو بدون العملية لن يبتسم، الحلقة بظل مبطل دائما يعني، فبالتالي مجرد ما تتم العملية راح تلاقي الإنسان رجع طبيعي وقام يبتسم. وبعدين هذا الشعار عبد الله جزاه الله خير مدير الدار هو اللي يعني طلع في اقترح وفعلا يعني بدون العملية لن تكون بسمة فعلا، لن نعيد لهم البسمة. الله يجزاكم خير يعني على هذه اللمسة، أقدر أقول لمسة وفاء وأيضا منكم وتعود على الكويت بشكل عام. وقاعد نشوف هذه اللقطات اللي تعرضها مخرجتنا شيماء على الهواء مباشرة من خلال هذا العمل اللي يقوم فيه إخوان دار عثمان. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول خير الثناء أقول لك لأخي جزاك الله خير. فجزاكم الله خير في دار عثمان على هذه اللمسة، يعني 400 عملية تكفلتوا فيها جهد جبار، يعني يوضح وجه الكويت المشرق في الخارج في العمل الإنساني الخاص بالمؤسسات والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وأيضا جهود الأفراد. أبنتقل من هذا العمل الخاص بدار عثمان الخيري إلى وجودك ككاتب. يعني ما شاء الله تبارك الله عندك بعض المؤلفات الخاصة فيك، يعني ممكن إذا مخرجتنا إذا ويانا سؤال فينا أردت أن تعرف الكويت أكثر وركز على الكويت هنا. أيضا عندنا مدرسة العثمان إلى مخرجة تشوف اللقطات، عندي أيضا ديوان العثمان هذا أيضا، يعني ما شاء الله مجموعة من الكتب ودي أتكلم عنها، يعني فكرة بشكل عام. بشكل سريع الشعر هو شعر المرحوم رحمة الله عليه، أنا جمعت أشعاره ونشوعت نشرها. بالنسبة لمدرسة العثمان طبعا هذا كتاب أنا أعتبره من الكتب التاريخية القيمة، لأن الوالد رحمة الله عليه وجدي من المدونين، وأنا ورثت منهم كميات كبيرة من المسندات اللي عمرها أكثر من 100 سنة، كانوا يدونون الصغيرة والكبيرة. فمن خلال هذا التدوين وجدت أن كل الأوراق المتعلقة في مدرسة العثمان اللي أسسها الوالد وأخوانه بسنة 32-44 هذه المسندات من الحضور والغياب وأسامي الطلبة والمناهج كل المدونات المحاسبية موجودة فيه. هذا الشيء يعطينا انطباعين. الأول أن بالفترة هذه ما قبل المباركية الحكومية والمباركية الأولى الأهلية التعليم بالكويت ما كان بس كتاتيب كما يعتقد الكثير، لا بس كان هناك مدارس نظامية، مدارس فيها 300 طالب، فيها زيارات، فيها مناهج، فيها لغة إنجليزية، فيها محاسبة، فيها حضور وغياب. لأن ذكرتنا في أسماء هذا شيء يعني بدأ ينفقد بالكويت. إحنا ما ندون للأسف، وهلنا بتركون مستندات كثيرة يمكن مو كل من يعرف يحولها إلى كتاب للناس تستفيد منه. النقطة الثانية الجميلة بالكتاب
هو أسامي الطلبة. أنا عندي 350 طالب موجودين، هذول يمثلون بالثلاثينات المجتمع الكويتي كله من كل فئاته. شوف ما شاء الله توثيق وصور قديمة. فبالتالي السؤال يطرح نفسه، شنو نوع المنهاج الجامع اللي كل أهل الكويت يتقبلونه ويدرسون عيالهم فيه؟ وهذا المنهاج الجامع والغير فرق، يمكن هذا اللي نحتاجه مناهجنا الآن. هذا الدخول في الأسامي وتشكيلة الأسامي الموجودة بذاك التاريخ، هذا يعني من الشغلات اللي جدا مهمة في الكتاب. وبعدين التحضير، شو مستوى التعليم بذاك التاريخ والمناهج اللي كانت تدرس. لما يكون ضمن المناهج قصة تاجر البندقية لشكسبير، يراوك عمق التدريس بذاك التاريخ. من هذه والدليل على هذا المخرجات. بالضبط. من ضمن اللي الطلبة اللي سويت معهم مقالب بالطلبة كانوا ذاك اليوم، بس الآن طبعا هم أفاضل الناس، العم عبد الرحمن العتيجي اللي طول بعمره، ويوسف الحجي اللي طول بعمره. فسويت معهم مقابلات بالكتاب، لأنهم كانوا وهم كسوا ذيك الفترة بشكل، لأنهم كانوا بالطلبة بهالمدرسة هذه. فمثل هاي المساعدات راح يكون في المزيد، لأن عندي آلية التداول والتمويل التجاري بذاك التاريخ شلون كان، كفالة الأيتام بذاك التاريخ شلون كانت، من سجلات كثيرة، بس أقعد مع الوقت أحولها إلى كتب أو كتيبات بحيث الناس تستفيد منها. يعني إذا في قادم. في قادم بالكتب. ما عندي وقت مخرجتنا، أنا صراحة عجبني الكتاب. أنا ودي أعرف الرابط، يعني ما شاء الله كمهندس وتاجر وكاتب، في رابط فيهم؟ وأيضا كاتب في جريدة، يعني كاتب جريدة القبس. نعم. ولا مصرفي، لأن أنا 21 سنة في القطاع المصرفي. لأن هذا الكتاب قاعد أقرأ ما شاء الله، أردت أن تعرف الكويت أكثر، نافذة لكل من يود يطلع منها على يوميات الشعب الكويتي. إي صح. أنا ليش جمعت في هذا الكتاب؟ لأن إحنا الكويتيين طبيعتنا أهل دواوين وأهل سالفة وناس طيبين، الحمد لله، نعمة من الله سبحانه. نعمة من الله، ترى حباب الكويتيين بشكل عام. أي واحد يدخل يعرف شنو المجتمع الكويتي، جمعته في هذا الكتاب، يعطيك تنويع احنا شلون نتحكي شلون نسولف. وهذا الكتاب راح يصدر باللغه الانجليزيه بعد ان شاء الله، لان كثير من الاجانب لما يجون يدخلون الكويت ما يعرفون شيء عن الكويت، يدشون يطلعون بس ما يعرفون عن شيء. نعم. بس ترجمته راح يكون وايد صعبه، يعني مثل الله يعطيك الصحه والعافيه مهندس عدنان، كل الشكر لك، يعني كنا سعيدين جدا من خلال هذا الحوار، شكرا لك. يعطيك الف عافيه. يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. طبعا يدخل علينا ترى الكتب تدخل علينا خلاص تروح. لا لا هي تعال.